خلينا نقول ان مصر عملت عرض انها على استعداد انها تكون او تستضيف مركز عالمي لتبادل الحبوب وكمان توريد وتخزين الحبوب. ايه الفايدة اللي ممكن تعود علينا وعلى الدول الاخرى كمان من تواجد مثل هذا المركز في مصر؟ طبعا يعني خلينا برضو نضع نقاط على فكرة انه الأزمة بتاعة الغذاء اللي موجودة حاليا طبعا مشكلة كبيرة، وطبعا في نطاق التعاون مع البريكس طبعا ظهرت هذه الأزمة، وطبعا مصر بتحاول ان هي تنمو طبعا بالقطاع الزراعي طبعا والصناعات الغذائية وطبعا تطوير البنية التحتية في مناطق طبعا الريفية. نعم. وطبعا يعني في اطار طبعا الصراعات العالميه اللي موجوده بما فيها طبعا وعلى راسها حرب روسيا الاوكرانيه، فدول كتيره من اللي كانت مصدره طبعا للحبوب بدات ان هي طبعا تبقى اقل تصديرا، وده طبعا عامل كبير في هذه الازمه. فان استطاعت مصر طبعا ان هي تقوم بتطوير الزراعه من شانه طبعا حاجات كتير، يعني في تقديري الشخصي انه مثلا يعني نقدر ان احنا نوفر حاجتنا بشكل يقلل طبعا الاعتماد على الاستيراد، في حين انه مصر طبعا بتعتمد على استيراد الموارد الغذائيه طبعا بنسبه ليست بقليله، وده طبعا هيسمح لبقيه الدول ان هم يعني يقوموا باستيراد الفائض ده بدون طبعا ازمه في الغذاء. وطبعا في سيناريو افضل انه لو مصر قدرت ان هي توفر حاجتها طبعا بفائض وتقوم بتصدير، طبعا هيعود كمان بعائد اقتصادي على مصر يعني من ناحية أخرى، مزيد من الاستثمار في مزيد من استصلاح الأراضي، فدادين كتيرة هتدخل نقدر نعمل بيها توفير فرص عمل، مزيد من التوطين للمصريين واتساع الرقعة الزراعية. أعتقد أن ده كله هينعكس بشكل جيد جدا في الإنتاج الزراعي، وده طبعاً ممكن يساهم بجزء كبير في حل الأزمة الاقتصادية، خصوصا أن احنا مهتمين قوي بالتفاصيل ومعايير الجودة وشهادات الايزو اللي دايما بنحصل عليها، فاعتقد ان احنا نقدر نطلع منتج محترم بكواليتي كويسة جدا او بجودة جيدة جدا، وفي نفس الوقت باسعار تنافسية، خصوصا ان احنا يعني المركز هيكون عندنا، فهيتم توفير فلوس كتير للنقل يعني المصاريف بتتحمل على ثمن الشحنات بصفة عامة. يعني طبعا بشكل كبير يعني هيزود زي ما قلت، هيحل طبعا هيساهم، ما اقدرش اقول هيحل أزمة الغذاء بشكل كامل، بس طبعا هيساهم في حل الأزمة دي، ومن ناحية أخرى طبعا هيعمل برضو جزء من نمو اقتصادي في مصر يعني طبعا محتاجينه.